بالنسبه لمشروع استراتيجي زي ما قلت، المشاريع اللي هي مش صعبه قوي ومش سهله، لو انت داخل عن حب يعني وكده وعايز تتعلم ديزاين وتبقى كويس ديزاين، فالمشروع يعتبر احسن من يعني احسن المشاريع اللي هتفيدك جدا ان انت تتعلم ديزاين وكده. فرص الديزاين بره موجوده كتير جدا يعني، مش محدوده او اللي هي قليله، لا هي موجوده فعلا. التنفيذ كمان ليه؟ عشان التنفيذ اي حد ممكن، اي حد مش شرط يكون مهندس، كمان في مشرفين في ناس كتير، بس مش اي حد يشتغل ممكن يشتغل تنفيذ عادي. ففرصة الديزاينر موجودة كبيرة جدا، وخصوصا لو انت مشروع التخرج بتاعك استراتيجي وكده. مشروع بنقسم يعني، عايزين الأول نعرف ايه الفرق بين استراتيجي وبين خرسانة. هو استراتيجي الاهتمام الأكبر فيه بيكون يعني بحيث الأناليسيس، اللي انت يكون فاهم أناليسيس كويس، فاهم شكل المومنت، فاهم شكل الديفليكشن، فاهم شكل الشير بيقل فين، وبيكون يعني أقصى قيمة بتكون فين وأقل قيمة بتكون فين. فالحاجات دي بتساعدك الديزاين وكده، يعني مختلفة عن خرسانة في الحتة دي. أما هو بيهتم أكتر بقوانين الخرسانة اللي هي الليمت ستيت والحاجات اللي هي الإيه؟ اللي هي القوانين بتاعة التسليح، الحاجات اللي هي يعني اللي هي بعيدة عن الأناليسيس شوية. بس في الآخر الاتنين يعتبر بنسبة 99% متطابق عليها. بس استراكشر بيكون في حتة شوية، يعني بتشوف حاجات أنت يعني انت مش بتشوفها قبل كده. يعني مثلا احنا عندنا في مصر الطبيعي اللي هو المنشأ اللي هو 6 ادوار او المنشأ اللي هو 12 دور، ما فيش اختلاف كبير قوي عن كده. بره مصر بتلاقي في اختلاف كبير في المنشآت، يعني ممكن تلاقي ناطحة سحاب مثلا 50 دور وممكن تلاقي 100 دور وفي ازيد من كده كمان. يعني مثلا برج خليفة، الابراج اللي هي في روسيا، الابراج اللي هي يعني ايه اللي احنا بنشوفه في التلفزيون، احنا بنشوفه يعني احنا اول برج بنشوفه في مصر يعني عالي وكده، اللي هو برج اللي هو بتاع البرج الايقوني اللي هو في العاصمة الإدارية الجديدة. فهو البرج دوت يعني من نوع القنبله كده. فهو لو انت يعني شغال استراكشر ودرست استراكشر وكده، في حاجه ماده اللي اسمها المقرر الاختياري، بتدرس الاشكال اللي هي الانظمه، النظام الانشائي نفسه، اللي انت ما بتبقاش محصور جوه المنشا ال 12 دور. احنا بناخد يعني منشا خرسان، منشا معروف اللي هو 12 دور او 16 دور او 20 دور، اللي هو انظمه الفريمات واللي هي كور وشير وول، بس ما بيخشش في الزياده. فالحاجات دي هناخدها دلوقتي بالترتيب، يعني ايه ناخد نبذه بسيطه عن كل حاجه في الجزء اللي هو ايه الانظمه دي. تمام، هو زي ما قلت لكم اعرفكم بدل نفسي تاني، انا حسني عبد الحميد خريج التسويق، المشروع بتاع التخرج بتاع الاستراكشر خريج السنه دي، وحاليا دلوقتي شغال استراكشر ديزاين في شركه زمانتك واستنشن. البرامج اللي انا يعني بعرفها او الحاجات اللي انا بتقنها الحمد لله، يعني اول حاجه اللي هو اللي انا بفهم في الديزاين يعني بالكود الامريكي والكود المصري والكود السعودي الحمد لله. بالنسبه للسوفت وير اللي هو الاوتوكاد طبعا وريفت ستراكشر واللي هي الاربع برامج بتوع السي اس اي اللي هو ساب وسي اف وتابس وسي اس اي كولوم. في برامج تانيه برضو بس مش منتشره كتير، بس مهم يعني السوق بتاعها كويس الايام الجايه او هتبقى مطلوبه، زي برنامج رام كونسبت وادابت بلدر. البرنامج ده بتوع الحاجات اسمها بوست تنشن، فدوت نظام انشائي ومشهور يعني ابتدي يكون له شهره في مصر وكده بره، يعني هو في مصر يعني لسه جديد، بس هو حاليا بره يعني حاليا بره مشهور جدا وكده. في برنامج تاني برضو تبع المشروع بتاع ستراكشر اللي هو سي اس اي بريدج، يعني انت مثلا اخترت واحد كبير الترم التاني لازم تكون عارف سي اس اي بريدج كويس وساب طبعا، يعني في ناس بتشتغل ساب طبعا اللي هو سي اس اي بريدج. والاي بريدج طبعا الاول كان تبع يعني قايمه منفصل هو الساب وكده، يعني ما كانش في سنة أول قايمة منبثقة جوه إيه جوه برنامج الساب، بس هو دلوقتي حاليا بقى برنامج لوحده. بالنسبة لآخر برنامجين اللي هو ستراكشر ديلي اللي هو بتاع الشوب دروند وكده، وكاتنج اوبتمايزيشن ده بتاع قطعيات الحديد، وطبعا ليها اكسل وليها الحاجات اللي هي اللي اي حد بيعرفها عنها. بالنسبه يعني دي البرامج اللي هي ايه معظم او انت لو واحد في الاستراكشر لازم تكون عارفها، اكيد بيكون حاجات زي كده على الاقل خالص. بيكون عايز يعني ديزاين، احنا بنسمع في مصر لو تشتغل كود مصري هتشتغل بالبرامج ديت تحليل بس، مش هتعمل بقى ديزاين. لو انت تشتغل كود امريكي او كود سعودي او كود اوروبي بتشتغل بالاناليسيس وبتسمع في نفس الوقت. للاسف عشان الكود بتاعنا اللي هو الكود المصري مش موجود فيها يعني كده، فانت بتضطر تشتغل تاخد المومنت او تاخد اللي هو الشير وكده وتاخده على شاشه اكسل بره وتصمم بيها عادي. والبرامج ده يعني برضه موجوده في مشروع رصانه برضه، يعني مش يعني مش بتاع الاستراكشر بس.
نخش اول حاجه اللي هي الانظمه احنا بنشتغل على السيرش او الحاجات اللي ممكن اعملها او اللي انا ممكن اشتغل لو انا مثلا عامل مشروع او عايز اتعلم حاجه جديده. قبل ما اقول اللي احنا دلوقتي او في مصر عموما الاتجاه اللي هو ايه متجه اكتر او اكتر المباني عاليه والنطاقات عاليه او الانظمه كبيره، فبالتالي الارتفاع بتاعنا يزيد اكتر بضطر واستخدم انظمه انشائيه اكتر عشان استخدم ليها. لازم اكون عارف اناليسيس كويس وعارف وعارف يعني المومنت والشير والحاجات دي وعارف نظامها ايه. الشغل ده هو برج خليفه طبعا ده نظام انشائي احنا يعني هو موجود يعني ايه لو انت دخلت سيرفر هتعمل نظام دقيق يعني هتتعلمه اكتر هتدرس يعني لو نلاحظ المنشأ في القاعده بتاعته بيكون يعني في العرض بتاعه كبير شويه كل ما بيطلع فوق السكنس او اللي هو اللي هو البلان نفسه بيحصل فيه حاجه زي نظام مثلا انخفاض يعني ايه لحد ما يطلع فوق خالص، فديت بيكون لها حاجه يعني ضد تكنيك معين بنستخدمه علشان نقلل الزلازل ونقلل الرياح قوه الرياح ومقاومته للرياح. فديت حاجات انت يعني ايه مش هتدرسها بالتفصيل تاخد ايه نبذه عنها. فدوت نظام. في نظام تاني اسمه الاو تريجر سيستم، دوت نظام يعني بيستغل من اول 40 دور وانا طالع لحد كتير طبعا. فدوت يعني احسن يعني من الانظمه اللي هي مشهوره اكتر يعني وبنستخدمها اكتر وكده. الاو تريجر سيستم دوت بيكون عباره عن تعليق وشير وحاجات زي المنشات اللي 12 دور بس كل مثلا ممكن نقول مثلا 10 نظام ايه ده الاتريجر سيستم اللي هو يعني زي نظام شكل اللي هو التراس ده شكل البيان بتاعه بيكون نربط اللي هو الجزء الداخلي بالجزء الخارجي لو في اعمده عن الداير مثلا او اي عنصر انشائي بره بنستخدمه نعمل كونكشن بينه وبين الجزء اللي هو اللي جوه اللي هو في النص دوت لو شايفينه بنربطه بيه سواء يعني جسم المنشا كامل ويقاوم في الزلازل والرياح وكده. الانظمه انت اصلا لما تخش استراكشر شبه كده هتتعلم عن ايه عن اكتر وهتوسع فيه، حتى لو عايز مثلا تاخد معاك مشروع تخرج عادي ممكن في ناس تاخد حاجه زي كده عادي وهتبقى اضافه ليك كويسه. يعني معظم المشاريع بره مصر دلوقتي ناطحات سحاب وكده، فاللي انت يعني تكون متميز حاجه زي كده بتبقى يعني حاجه كويسه. حتى انت اصلا لو دخلت على اليوتيوب او اللي هي المواقع كلها اصلا يعني او اللي هي المواقع اللي هي بتاع الكورسات العاديه قليل اول ما تلاقي حاجه زي كده مشروحه يعني اوتوكاد سيستم او لو اللي هي الحاجات اللي هي المنشات العاليه يعني انت اخرك 12 دور 20 دور بالكتير قوي صعب تلاقي حاجه زي كده. فانت لو ضغطت المشروع دوت هتفيدك حاجه يعني كويسه جدا في نفس الوقت يعني ايه كويس في الديزاين اللي انت يعني بدات بالصعب فبالتالي السهل معاك هيبقى او المنشات اللي عاليه بالنسبه لك هتبقى سهله بالنسبه لك. دوت برده كان منشا موجود في روسيا والمنشا دوت موجود حقيقي يعني هو مفتتحينه بحوالي سنتين او حاجه. دوت من المنشات اللي انا اشتغلت عليها بس مش حطيتها في مشروع التخرج بتاعي حاجه يعني ايه حبيت اعمل عليها مودرن تقدر شكلها كابس مش سهله يعني مش صعبه خالص وسهله جدا يعني هو انت لو عملت دور واحد وعملت له ريبليكيت بس غيرت الزاويه بتاعتك هتتظبط يعني ايه وهتعمل تعمل له مودرنج عادي. هي الفكره بقى يعني بتاعته اللي هو مقاومته ازاي بيقاوم الزلازل ازاي وبيقاوم الرياح ازاي. فالجزء اللي هو المنحني دوت عباره عن جزء ستيل واللي هي الجزء الداخلي جوه جزء خرسانات عاديه يعني اللي هي الفريمات العاديه الطبيعيه بتاعتنا بس يعني احنا بنسمي المنشا ده اسمه منشا كومبوزيت اللي هو مزيج بين الاثنين بين الخرسانه وبين الحديد بس الحديد اللي هو مش الحديد الستيل لا اللي هو الحديد الثاني اللي هو قطاعات الستيل اللي هي زي الستيل اللي انت درسته عادي اللي هي الاي بيم والبوكس والحاجات دي يعني. فدوت احد الانظمه يعني اللي انت ممكن تشتغل لو انت دخلت استراكشر وكده فهتبقى اضافه ليك كويسه. قبل ما نخش على الجزء دوت الجزء الاستراكشر يعني او اللي هو المشروع بتاعك اللي هو في الاستراكشر وكده في حته اللي هي كرييتيف شويه يعني انت مثلا الدكتور ممكن يقول لك احنا عايزين مثلا انت عندك مثلا المنشا بتاعك 20 دور طب احنا عايزين حمام سباحه في اخر دور او ممكن مثلا عايزين نحط حمام سباحه في ثالث دور او رابع دور فانت هتحط حمام سباحه زي دوت او يعني هو بيجي لك البناء اللي هو المعماري زي ده كده فانت يعني عايز تاخد حاجه زي كده تحطها جوه دور فانت طبعا انت في يعني دورات التصميم اللي هي موجوده على النت او اللي هي متاحه على النت وكده صعب جدا تلاقي حاجات شبه كده مشهوره. فانت لما تخش المشروع بتدرس حاجات زي كده يعني دماغك بتروح وبتيجي بتدور بتلاقي مشكلات كتير بتقابلك ولها حلول. يعني انا لما كنت المشروع بتاعي كان عندي يعني جزء اللي هو
الهويه كانت موجوده عندي فوق السطح يعني، فانا عشان حاجه زي كده فوق السطح خالص يعني. السطح هنا يعني اصلا المنشا كان وزنه كبير بنساوي على شكل حد، فكان في مشاكل كتير. وبنفس الوقت برضه عشان تحط المنشا الخزان فوق البرج، في البرج اللي هنا ده، فكان لازم زلازل واحمال الرياح وحاجات كتير كده. انت اصلا لما بتخش تتعلم حاجه جديده زي الافكار زي كده يعني، انت خرسانه صعب جدا تلاقي حاجات شبه كده، انت هتلاقي او ممكن تلاقي عادي، حسب بتبقى الفريق برضه، حسب الستاف اللي شغال معاك، او حسب الدكتور اللي هو بتاع اللي هو بتاع المشروع وكده هيقول لك ايه. بس بنسبه كبيره الحاجات دي كده ما بتكونش موجوده في خرسانه، بس اللي هتلاقي مثلا دكتور بيغلس عليك يقول لك حط لي مثلا خزان هنا، او ممكن مثلا يجي عند اول دورين يقول لك اول دورين دول سنين، وانت بالتالي بعد السينما السينما بيكون في اعمده في النص، فانت بيكون ايه الشكل النظام الاولاني اول ثلاث ادوار بيكون فريمات، اللي هو عمود هنا وعمود في اخر هنا وجردر فوقهم كده، فانت مش عايز اعمده هنا خالص، فانت لازم تحط اعمده، فانت بالتالي هتزرع اعمده فوق الجردر دوت، وبعد ما تزرع اعمده فوق الجردر تطلع بقى الانالسيس بتاعك عادي. فاللي هو يعني شكله معقد شويه، بس هو سهل يعني، انت لو اتعلمت حاجه زي كده هتبقى اضافه كويسه يعني، ومش هتبقى حاجه صعبه خالص. بالنسبه للاعمده اللي بتتزرع ديت يعني، هي بتبقى حاجه ادفانسد شويه، بس هي يعني سهله تتعلمها، وفي نفس الوقت برضه هي فيها افكار وحاجات كويسه وفيها تشيكات وكده. فيعني تخيل انت لما تجيب جردل وتزرع فوق عمود، دوت شايل اكتر من حوالي 12 دور او 15 دور، بتلاقي تخيل سمك الجردل دوت في الاخر هيخش له كام، ممكن يخش له 3 متر و4 متر وساعات 5 متر. فانت تخيل انت قاعد في سينما قدام جردل كده 4 متر الدبس بتاعه، فانت بقى يعني بتتعلم حاجات او افكار ليه، انت ازاي تخلق في الوزن بتاعك بتاع المنشأ عموما، بتاع البلاطات بتاعت الاعمده، الحاجات اللي زي كده. فبتبتدي بقى تدور على حلول تحل لك المشكله دي، الا الوزن بتاعك اللي على الاكستنشن زي الهولو بلوك، زي الهولو بور يعني، انظمة في نفس الوقت يعني، زي يعني انا كان في المشروع بتاعي درس حاجه اسمها بوست تنشن، ما كنتش عارف يعني ايه بوست تنشن في الاول خالص. فيعني لما درست حاجات على النت يعني وكده، هقول لكم اللينكات اللي هي كبير في المشروع لو انت يعني ناوي ستراكشر يعني وكده، فهتفيدك يعني ومش هتدور كتير وكده. فمن الانظمه اللي هي ممكن تخليك تقلل ال بتاع المنشا نفسه ده، البوست تنشن ده عباره انت عندك في اللي هو العنصر العادي اللي هو الطبيعي، تحط جوه سيخ تسليح تحت الجزء اللي قطع الحديد تسليح خالص والاغناء، فاستخدمنا حاجه ثانيه اسمها ايه؟ اسمها وايرز او داكت. الكاميرا بياخد شكل مومنت بالظبط يعني، مثلا لو الكاميرا كده طبعا بيبقى شكل كده يعني، مومنت اللي يخلي يعجز الكاميرا بمكنه كده زي مكنه هيدروليك، فبتشكل بتخلي حاجه اسمها ابليف، بتخلي الكاميرا اللي بدل ما تقوس لتحت يحصل لها تقوس لتحت، بتبقى بستريت كده اللي هي بتقوم مومنت يعني اكتر. فالحاجه التكنيك يعني في الدبس بتاعها، ويوفر برضه في كميه التسليح. ضمن الانظمه اللي هي بنستخدمها بشكل كبير بره دلوقتي، وخصوصا بره مصر بشكل كبير، ومصر يعني نوعا ما يعني ابتدينا نشتغل فيها وكده. فلو انت مثلا ممكن تقول زي ادفانسد شويه الحاجات اللي هي الناس كتير مش عارفاها، زي الوستنشن، زي الهولو بلوك، زي يعني في انظمه كتير وحاجات كتير بتعمل توفير، في نفس الوقت برضه بتبقى سيف اكتر وبتتحمل احمال اكتر. فدوت بتاعتنا دوت البوستشن دوت عباره عن وايرات كده، واحنا عندنا بس والبحر بين العمود والتاني بتخش لهم حوالي 9 متر لحد 13 متر او 14 متر، بيديني زبنات كبيره يعني. في الفيديوهات سلاب الزبنات بتاعتنا من حوالي 6 اخرنا مثلا 9 متر كتير قوي، لازم 9 متر بيبقى يعني ايه، بيبقى في بياخد كميه تسليح كبيره وبياخد سمك وايرات كبيره. فاحنا في البوستشن ممكن نستخدم زبنات كبيره جدا لحد 16 متر او لحد 15 متر بدون يعني ما استخدم تسليح كتير يعني وكده. يعني انت تخيل لو بلاطه زي ديت مثلا الاسبان مثلا هنا من العمود ده للعمود دوت مثلا 9 متر، فانت عشان تستخدم شبكه التسليح
هتلاقي ممكن تخش لها 7 12 او 8 12 وانت يعني تسليح يعني مينيمم بالاضافه وكده، او تسليح اللي هو يعني ايه فرضيا يعني، فانت بالجول ستنشن ممكن تستخدم وايرات وتستخدم شبكه تسليح سفليه بس 3 10 او 4 10، فاللي هو يعني شوف تخيل الكميه اللي هو من 8 12 او من 7 12 ل 3 10، فشوف فرق التوفير في كميه التسليح. فهو حاليا دلوقتي يعني المعروف اللي هو البوست وافيا من التكلفه اللي هي بتاعت انا هعمل المنتجات، فدي حاجه كويسه. ضد شكل البلاطه من الجنب اللي هو جزء الوايرات اللي هي البلاطه، الوايرات دي بتكون داخل جوه البلاطه تاخد شكل عادي ويعني تقوم البلاطه بدل ما يحصل لها يعني بتشد البلاطه وتخليها تغيب احسن المقاومات اللي هي الانظمه اللي بره يعني لو يعني يعتبر ملوش حدود، يعني انت ممكن تاخد حاجات يعني ممكن تلاقي بس مثلا ممكن تلاقي مثلا اول ثلاث ادوار بدروم، حتى مثلا بعد بدروم اللي اقتصادي تاخد مثلا نظام مول، هتلاقي اللايف لود بتاعك يتغير يعني كان في الاول بوسن فان، فلو اللي فوق مول ممكن تلاقي مثلا 6 10 ممكن تلاقي مثلا بعد اول 6 دور ممكن تلاقي غير نظام الانشاء بتاعه خالص خلاه سينما مثلا، فانت غيرت مكان العمليه غيرت مكان الحوار فالحاجات اللي مقاومته للرياح وكده، ممكن تلاقي مثلا الانشاء بتاعك 6 دور اللي هو فيهم مول او فيهم سيما وكده، بتلاقي حاجات صناعيه صندور يعني بره في الامارات وكده، بتلاقي مثلا اول ثلاث دور بدروم بعد كده مثلا حاجه وتجيب اللايف لود جوه منشا ساكن 16 دور مثلا او 20 دور، فديت عايزه حد مثلا يكون بيتحكم اكتر يعني بيكون فاهم يعني انس كويس، مش اللي هو مثلا بياخد بيمشي على دورات اليوتيوب او يشوف المومنت الاحمال بتتحط ازاي يخش يعمل ارسان وخلاص، لا ده يكون مثلا حد فاهم هيحط اللود ازاي هيعمل ايه اللود كومبينيشن هيستخدم الزلازل ازاي. اللي نسيت اقول في الاول الاستراكشر بيبقى معتمد اكتر على الزلازل، يعني انت الزلازل بتاعتك الزلازل اللي انت احمال الزلازل دلوقتي اكتر حاجه كريتيكال دلوقتي، خصوصا اصلا بعد الزلزال اللي حصل في تركيا وكده فكان في اكتر وتعديل معادلات ومراجعات في كود عشان مقاومه الزلازل وكده. فالزلازل يعني بشكل عام هقول لك يعني هو ثلاث انظمه احنا بندخل احمال الزلازل بيهم على الايتابس على الايتابس يعني الايتابس اكتر واحنا شغالين بيه كده نظام بندخل بالزلازل بتاعها البرنامج في المشروع الزلازل مجال كبير جدا، فانت يعني مش هتدرس كل حاجه في مش هتدرس كل الزلازل في الاستراكشر او في المشروع بتاعك طبعا، بس انت تاخد لمحه او حاجات بسيطه تخليك بعد ما تخلص يعني عايز تكمل مثلا دراسه او عايز تبحث في كتب او عايز تتعلم حاجات زياده هيبقى معاك عندك اساسيات كويسه، عكس لو انت دخلت مشروع تاني الزلازل بالنسبه لك تبقى حاجه يعني ممكن تاخد شيت اكسل وتدخل عليه شيت مثلا اسماء مناطق بيطلع لك قوه على المنشا انت بتحطها في البرنامج وخلاص، لا انت لما تخش استراكشر بتتعلم ازاي يعني ايه زلزال اصلا يعني ايه اللي هي كشر الارضيه ازاي تقاوم ازاي لو مثلا بتعمل ايه زي ما قلت لك تقيل ازاي يعني اقاوم واجيب اقل قوه او اوزع ازاي الحوائط والشرول والاعمده بحيث ان انا اقوم قوه الزلازل ديت وما استخدمش حديد تسليح كتير او احافظ على المنشا بتاعي، ديت من اهم الحاجات في المشروع بتاعنا اللي هو استراكشر وكده. فدوت كان بالعين يعني دوت كنت اشتغلت عليهم في المشروع بتاعي، كان الاسبانات كبيره جدا بتخش لك حوالي 9 متر و10 متر، فالاحمر ده شكل التن اللي هو شكل الدكت او التندون اللي هي الورات اللي بيكون فيها بتمشي جوه البلاطه. التسليح بتاعها بتاع البلاطه ديت كان حوالي 3 10 او 4 10 حسب ما اتذكر يعني،
يعني تخيل انت في ورقه بلاتس لاب مستخدم فيها 3 10 بدل ما كنت هتستخدم 8 12 او 9 12، فده التوفير بيخش له يعني بيفرق معاك في المشروع. انت مثلا لو بتعمل كومباوند او بتعمل حاجه بره، بالنسبه اللي هو يعني التوفير، انت لو وفرت مثلا 25%، يعني لو مثلا لو الدور ب 100000 انت عملته اكستنشن او عملته نظام تاني ب 75000، يعني وفرت 25000 ده في دور واحد. تخيل انت مثلا لو عندك 60 شقه او 100 شقه، يعني لو مثلا لو 100 شقه في 25000 مثلا توفرتهم بيدينا يعني مبلغ كبير، يعني بيفرق معايا رقم في الاخر. فالرقم ده بيفرق مع المقاولين والشركات وكده. فديت احد الانظمه اللي انت يعني ممكن تشتغل عليها، او ممكن يعني هتبقى متاحه ان شاء الله يعني لو انت دخلت المشروع بتاعنا هنا كده. دوت برضو كان نفس المشروع روس تنشن، برضو كنا اشتغلنا المنشا ده موجود فعلا حقيقي في العاصمه الاداريه، اسمه منشا هيئه البترول، بيتنفذه شركه بتروجيت. هي حاليا ابتدت في جزء اللي هو البدروم وكده، بس لسه بقى ايه الادوار المتكرره وكده لسه ما بداتش فيها. فكان احد زمايلنا في مشروع اداره كان بعت لي البلان وكده، وهو انت عارفين طبعا مشروع اداره بيعملوا حصر وتسعير وحاجات زي كده كتير، فكان مطلوب منهم ان هم يقللوا التكلفه بتاعه المشروع. فكان من احد الحلول المقترحه اللي هو ان احنا نستخدم بدل بلاطه فلات سلاب، لا احنا ممكن نستخدمها بوست تنشن وكده. فاحنا قلنا السمك، كان السمك فيها حوالي 30 او 25، فالسمك بعد ما استخدم النظام دوت قل حوالي 20 سم، فهو 5 سم قل له. في نفس الوقت برضه التسليح قل جدا، يعني احنا كنا بنستخدم 6 12 او 7 12، لا احنا استخدمنا 4 10. بالنسبه برضه لميزات المشروع، مميزات النظام دوت اللي هو بيقلل لي التكلفه، بيقلل لي برضه الوقت. يعني مثلا لو بعمل السقف عشان اشد افك الشده الخشبيه بتاعته بخش حوالي اسبوعين، لا الشده الخشبيه بتاعته بص انشن ممكن تقل تتفك بعد 6 ايام، فاللي يعتبر قللت الزمن للنص. فده طبعا عارفين اللي هو الزمن بتاع المشروع يعتبر اهم عامل هو التكلفه، وكل ما الزمن قل التكلفه برده بتقل، وبرده الاسعار برده بنلحق نفسنا قبل الاسعار ما بتزيد وكده. فدوت احد المميزات واللي احنا استخدمناها يعني ايه في المشروع، واتسلم يعني الحمد لله والشركه اعجبت بالفكره ديت، وفي نيتها يعني اللي هي تشتغل يعني النظام دوت وتغير السيستم اللي كانت عاملاه الاول وتبتدي يعني ايه تشتغل النظام ده. فكل دول طبعا يعني الحاجات ديت انت تتعلمها لما تخش المشروع، بتبقى متعرض ليها اكتر، بتستكشف معروف عنهم طبعا ان هم دماغهم يعني ايه اللي هو متكهرب من الاخر، يعني اللي هو بيخش كل شويه بيتعلم حاجه جديده، بيشوف انظمه جديده اللي هو مش ثابت مع فلات سلاب وهولو بلوك وسوليد سلاب، لا انت بتخش انظمه ثانيه كتير وحاجات ثانيه كتير بتتعلمها وبتشوفها وازاي تحل يعني ومشاكل وتحلها. يعني انت اصلا انت تحل المشاكل ديت يعني ميزه كبيره جدا، انت مثلا يكون عندك مثلا بلاطه فيها ديفليكشن كبير او عمود مزروع، ان انت تلاقي له حل او تلاقي له مثلا حاجه اللي انت ما بتستخدمش فيها حديد تسليح كبير، وفي نفس الوقت برضه تقلل كميه الخرسانه اللي هتستخدمها، فديت حاجه بتبقى بتحسب لك انت اللي انت بتقلل كميه التكاليف والحاجات دي. فديت كانت لمحه بسيطه عن الحاجات اللي احنا كنا اشتغلنا فيها ايام الكليه وكده. اللي فات دوت بالنسبه للوحده الاولى، الوحده الثانيه اللي احنا اشتغلناها كانت كوبري. لو حد من الزقازيق هنا كان في كوبري اللي هو قبل الجامعه اسمه كوبري شرويده، حد من الزقازيق هنا يا جماعه؟ طب انتوا سامعيني طيب ولا لا؟ سامعيني يا باشمهندس، غالبا لا مفيش حد موجود. كان نفسي والله يكون حد موجود من الزقازيق. فما علينا يعني، عموما هو الوحده الثانيه كان في وحده كان في كذا اوبشن قدامنا، اللي احنا نخش برضه هاي رايز بيلدينج زي الترم الاولاني، او نخش حاجات تانية مثلا في تغطيات، في استاد انت تعمله ديزاين، في ايه تاني، في اللي هو ريوير اللي انت بتكون منشات موجوده وفيها مشاكل انت بتعمل لها حلول، يعني مثلا عمود مكسور، عمود مثلا عايزين يعمل له كان يعني هو كان عمود مثلا معمول في منشا اللي هو متصمم اللي يشيل 100 طن مثلا او 200 طن، بعد ما نفذت المنشا لقيت اللي هو العمود دوت فيه مشاكل او في حاجات يعني انت بتدور له على حل. فعشان كده المشروع دوت من اهم المشاريع، وانت طبعا حاليا ما اكثر اللي هي المنشات اللي هي فيها مشاكل سواء في البلاطات او في الاعمده. فالمشروع دوت يعني الجزء دوت لو انت دخلت فيه يعني كشغل كويس ما شاء الله يعني كويس وشغال جدا. في بقى الوحدات الثانيه زي وحده اللي انت بتعمل ديزاين للكوبري. ففي في الزقازيق وكده مدخل الجامعه في كوبري اسمه كوبري شرويده، ده كوبري خرساني وكده معمول من حوالي تم افتتاحه في سنه 2020. كوبري دوت احنا عملنا له احنا لما دخلنا يعني المشروع اخترنا ان احنا نشتغل وحده كباري،
فاخدنا القدرة، خدنا البرنامج بتاعه عملنا ريديزاين وطلعنا تسليح اقل من اللي كان مستخدم، بس مش اقل بنسبه كبيره يعني، اللي هو ايه اللي نفذه كان نفذه وحط فيه تسليح كتير اللي هو مور سيفتي يعني وكده. فاحنا لما دخلنا طلعنا كميات تسليح اقل الحمد لله، وطلعنا نتائج قريبه للواقع. فهو اصلا كوحده كباري، الكباري طبعا من اكثر الكباري في مصر واهميتها، واللي هي بتحل مشاكل كتير وبتقلل الوقت بتاع العبور، خصوصا لو في مثلا حاجات منشآت بتعدي من فوقها زي مثلا سلك حديد او ترع، او هي بتقلل الوقت وفي نفس الوقت برضه بتريح المواطنين وتحل مشاكل اللي هي الازدحام ومشاكل المرور وكده. فكان الكوبري دوت كان اتعمل له ريديزاين، هو معمول حاليا حاجه اسمها بوكس ويردا، دوت بيكون نظام مفرغ وكده، بيكون نظام سامي احنا دي انت برضه حاجه بسيطه كده عامه دوت، عباره عن اسمه بوكس ويردا، فهو بيكون بالشكل دوت كده. بيكون جسم الكوبري حاجه زي نظام كانتليفر يمين وكانتليفر شمال، وجزء من جوه بيكون مفرغ، ويكون في تسليح هنا حديد تسليح، هي زي الكاميرا عادي يعني، بيكون تسليح علوي تسليح سفلي، ده كان كانتليفر، وده الجزء الثاني برضه كانتليفر، وبيكون عليه ايه اللي هو بيحط احمال اللي هي العربيات. ده كان سكريبت من برنامج سي اس اي بريدج، كان اتعرف عليه العربيات عادي يعني، مثلا الجزء لو في ناس درست هنا ستيل او حاجه، في عندها في ثلاث انواع عربيات، عربيه 60 طن والعربيه 30 والعربيه ال 40. فاحنا لو صممنا الكوري بتاعنا العرض بتاعه كان حوالي 8 متر، اللي هو بيشيل عربيتين والجزء اللي هو الثالث بنحط فيه لايف لود. فكان في عندنا عربيه اللي هي 60 طن على الجزء الازرق دوت من اول الكوبري لاخره، الجزء اللي هو اللبني دوت كان عليه العربيه ال 40، الجزء الاحمر دوت اللي هو عليه العربيه اللي هو عليه جزء اسمه لايف لود اللي هو حمل موزع وكده. ودخلنا واتعمل عليه اللي هو انالس على برنامج سي اس اي بريدج وتسكنات من اللي وكده، تشيك الاستريسز اللي هي اللي احد نتيجه احد حالات التحميل. هو مشروع الكباري نوعا ما لذيذ يعني، مش صعب ومش اللي انت يعني هيوقف يعني، مش اللي هو مش هتلاقي له داتا، لا في داتا طبعا موجوده كتير الحمد لله على اليوتيوب وكده، وفي مصادر كويسه وهبعت لكم اللينكات بتاعتها يعني، الناس ممكن تذاكر معاها او تحل او يعني من اللي انت ممكن ما تحتاجش اصلا برنامج سي اس اي بريدج، تحلهم مانوال عادي. بس هو الاسهل في سي اس اي بريدج يعني ما شاء الله يعني كويس، هيبقى معاك يعني هيسهل لك النتائج، هيسهل لك الاناليسز، ممكن تعمل عليها ديزاين، ممكن تدخله التسليح بتاعك ويقول لك الكوبري بتاعك سيف ولا مش سيف وكده يعني. فبالنسبه للوحده الكباري، هي من وحده الكباري الحاجات اللي هي مميزه جدا، وناس كتير اصلا مش في مصر مش بتعرف ديزاين كباري يعني، يعني هو مش منتشر كتير، هو منتشر كتنفيذ بس، صعب يعني صعب تلاقي حاجه حد يعني يعرف يشتغل ديزاين كباري يعني، مش منتشر يعني. فانت يعني لو دخلت حاجه زي كده ان شاء الله هتحسب لك وهتبقى فرصه عمل كويسه يعني، لو انت لا دخلت حاجه زي كده. فديت كل اللمحه بسيطه عن الجزء الاولاني اللي هو الهاي رايز، اللي هو الجزء الاولاني، الجزء الثاني الوحده الثانيه اللي هي بتاعه الكوبري وكده. فانا معاكم لو في اي استفسار ممكن نتكلم فيه يعني دلوقتي، اي اسئله ممكن نتكلم فيها مع بعض لو حد عايز. بس مهندس، المشروع بيكون فردي ولا زوجي او جماعي يعني؟ والله هو المشروع احنا عندنا في الزقازيق وكده كان فيه اوبشنين، انت تشتغل فردي وتشتغل جماعي الترم الاولاني او الترم الثاني. فانت ممكن في الترم الاولاني انت مثلا معاك حد عايز تشتغل معاه، ممكن تقول للدكتور ويشتغل معاك يعني، يشتغل معاك عادي، انت بتختار برضه من جامعه للثانيه. بس احنا عندنا في الزقازيق كان عندنا جماعي عادي في الترم الاولاني وجماعي عادي برضه في الترم الثاني، وبس ما يزيدش عن الثلاثة أو الأربعة في الترم الأولاني أو الترم الثاني، ما يزيدوش عن كده. بس برضه بالتالي كل ما يزيد بيديك يعني بيديك حاجة تقيلة أكتر، بيديك حاجة يعني أدفانس شوية. فأنت لو هتاخد الحاجة البلان بتاعك هتلاقي فيه مشكلات كتير، ما هو طبعا عشان أنت معاك عدد كبير فأنت بيديك حاجة تقيلة وكده. أكيد برضه الاستفادة لما أكون لوحدي مش زي مثلا أكون معايا جروب، ولا هل الجروب الشغل بيتوزع ولا كله بيشتغل في نفس ال يعني؟ مثلا انا دلوقتي معايا برج مثلا بصممه، هل كل واحد بياخد حاجه من المنشأ يصممها ولا بنتشيك مع بعض بنصمم مع بعض؟ والله هي الحاجه ديت ما بتبقاش حاجه فرض يعني اساسي وكده، في لو انتوا تيم مع بعض يعني وكده بتبقى حسب الكيمياء بينكم ازاي، انت هتشتغل ازاي مع بعض. لو انت مثلا في راحه بينكم وبين بعض
ممكن مثلا كل واحد يشتغل في حاجه وتقسمه، انت مثلا تشتغل في كذا، انت تشتغل في السيستم، واحد يشتغل في الكبس، واحد يشتغل في السيف، بيتوزعوا جزء على بعض. في ناس حاجات انا في ناس شفتها في يعني بعيني وكده، كل واحد بيشتغل لوحده وبيقارنوا النتائج مع بعض في الاخر. يعني مثلا واحد يعني ابتدي واحد المشروع بعض اليونين بتاعي بشتغل عليه من الاول للاخر، يعني مثلا او من الاول مثلا يعني كل خطوه، يعني مثلا خدت اليونين بتاعي عملت الدي اكس اف وعملت الاستراكشر سيستم وكده، ودخلت البناء بتاع الاكابس او السيف، طلعت نتائج، النتائج اللي هي بتاعت البلاطات او بتاعت الكاميرات، بقارنها مع زميلي اللي داخل برضه خد نفس البلان ونفس كل حاجه، بنقارنها مع بعض نشوف النتائج قريبه من بعض ولا لا. لو في اختلاف كبير بيننا احنا الاثنين بنقعد مع بعض ونراجع، انت مثلا عندك غلطه، انا بنكتشف الاخطاء اللي كل واحد عند الثاني وكده. فديت اللي هي يعني ايه اللي هي الانظمه اللي هم اشتغلوا بيها يعني وكده. في ناس بتخش تيمات وكده بس بيتخانقوا مع بعض، بيحصل مشاكل بينهم ما بيعرفوش يكملوا، واحد يرمي الثاني على الحمل على الثاني. فانت لو انتوا الاثنين او انتوا الثلاثه داخلين مثلا واثقين من بعض ومتاكدين ان انت تشتغل وكده، هيبقى حاجه كويسه، تستفادوا من بعض جدا وهتشجعوا بعض على الشغل. اما مثلا لو انت مش واثق، لا خليك لوحدك احسن، عشان برضه الوقت بتاعك وعشان ما يحصلش مشاكل يعني كتير. طيب جميل يا باشمهندس. طيب بالنسبه لاختيار المشروع يا باشمهندس، يعني ايه المتطلبات اللي انا لازم تكون موجوده فيها قبل ما اكتب في الرغبات كده ان انا لازم افتح مشروع استراكشر؟ هل انا لازم اكون بعرف استخدم التحليل الانشائي للبلاطات بانواعها السيستم والفيستم والحاجات دي زائد البوست تنشن، ولا البوست تنشن دي حاجه اختياريه انا بضطر ان انا اعملها بحيث ان انا اقلل تكلفه او الحاجات دي كلها، ولا الدكتور بيجبرني ان انا استخدم ده وده؟ لا طبعا، هو الدكتور مش بيفرض عليك حاجه، هو الدكتور بيديك نظام فيزيكال سيستم بيقول لك انت استخدم، يعني استخدم الحاجه اللي هي هتبقى مناسبه ليك. يعني مثلا البوست تنشن ده حاجه اختياريه طبعا من الاساس، هو كان حاجه عندنا عشان كان حاجه من ناس كتير مش متعلماها، فكان الواحد ساعتها كان بص ان هو عايز يتعلم حاجه جديده. يعني مثلا فلات سلاب، كل الناس بتعرف فلات سلاب، كل الناس بتعرف هولو بلوك، كل الناس بتعرف سوليد سلاب، لا بس مش كل الناس بتعرف اكستنشن، مش كل الناس برضه بتعرف انظمه ثانيه جديده وكده الناس بتستخدمها بره. فكانت اللي انت تكون متعلم حاجه او اللي انت تكون دارس حاجه ناس كتير مش عارفاها هتزود فرصك في الشغل، دي حاجه هترفع من قيمتك كمهندس يعني كعارف ديزاين كويس. فهو طبعا بس مش حاجه اساسيه. فالنظام بقى انت بتستخدمه، يعني انت ممكن تاخد المنشا بتاعك تعمله كله سوليد سلاب مش فلات سلاب، ممكن تاخد المنشا بتاعك تعمله كله هولو بلوك، تبقى حسب دماغك انت، يعني انت اللي بتختار النظام اللي انت تشتغل بيه مش فرض يعني وكده. جميل جدا، جميل. تسعة يا شمس. تمام، حد عايز يسأل حاجة تانية؟ موجود معاك يعني. عندي أسئلة يا شباب. طيب يا باشمهندس، انت ممكن تسيب رقم حضرتك في البرزنتيشن او الفيز بتاعك ولا حاجه لو حد احتاج حاجه في المشروع، لو احتاج مثلا الداتا بتاعت حضرتك في المتاعه بتاعت المشروع تبعتها لي، اي اسئله ممكن يبعتها لحضرتك. طبعا احنا في اول بي دي اف بتاعي كان حاطط فيه اللي هي عندي الاكونت بتاع لينكد ان بتاعي، في رقم التليفون برضه لو حد عايز اي حاجه انا موجود ان شاء الله يعني، و متاح يعني على طول، مش هرد على ان شاء الله في نفس الوقت يعني. وهبعت لكم برده اللينكات اللي انا قلت لكم عليها اللي بتاعت لو انت عايز تتعلم ديزاين يعني كويس، او اللي انت عشان ما تدورش كتير وكده، فالناس دي هتعرف الديزاين كويس قوي يعني ان شاء الله. جميل جدا يا باشمهندس. طبعا احنا بنشكر حضرتك على الاستضافه الجميله دي وعلى المعلومات القيمه فعلا. يعني انا واحد من الناس فعلا لحد دلوقتي اكتشفت ان مشروع الاستراكشر ده مشروع كبير قوي ومحتاج مجهود ومحتاج شغل، وبيطلعك واحد يعني قادر انك تطلع تشتغل في سوق العمل فعلا. فطبعا احنا بنشكرك مره ثانيه، وان شاء الله باذن الله مش اخر مره، ان شاء الله تقدر تفيدنا ان شاء الله في مرات بعد كده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا باشمهندس انا متاح يعني ان شاء الله، لو حد عايز اي حاجه، حد عايز يسال في اي حاجه، حتى لو حد مثلا دخل المشروع وعايز يسال في حاجات انا برده ان شاء الله موجود. ودوت اكونت بتاع لينكد ان بتاعي حطيته برده في اول برزنتيشن عليه كل الشغل بتاعي، وفي داتا كويسه برده لو حد عايز يتعلم حاجات اكتر وكده هفيده يعني ان شاء الله. تمام، شكرا حضرتك. حد عنده اسئله؟ الفرق ما بين الاستراكشر والخرسانة اللي هو التحديد
الفرق بين استراكشر الخرسان. الفرق بين استراكشر الخرسان استراكشر تحميل و المنشأ والحديد والخرسانة بتاخد الأحمال وتشتغل عليها وتصنع الحديد، مظبوط ولا أنا فاهم غلط؟ لا هو بص، هو عشان نكون متفقين الاستراكشر والخرسانة الاتنين يعتبروا واحد، اللي بتعمله هنا هو اللي بتعمله هنا بالظبط بالملي، مفيش أي اختلاف، بس بتفرق في حاجة، الخرسانة نوعا ما المشروع بتاعها سهل، يعني منشأ عادي تقليدي بتدخل أحمال وبتطلع نتائج وبترسم اللوحة وبتطلع تسليحة بتاعتك في الآخر، بس استراكشر بيكون المشروع بتاعك فيه حاجات ايه تريكات شويه، مثلا خزان في وسط حاجه، مثلا عمود مزروع، حاجات كده افكار ادفانسد شويه اللي انت مش هتلاقيها في خرسانه. فانت لو انت مثلا عايز تتعلم ديزاين اكتر او تكون عارف ديزاين اكتر وعندك يعني كميه معلومات اللي انت تروح يعني تروح وتيجي، مش اللي هو مثلا تاخد اعمده وتعمل ريبليكيت للمنشا تطلع اللي هي السيمتريه وكل كل عمود فوق الثاني، لا انت ممكن تخش حاجات ادفانسد شويه وموجوده بره فعلا. فلو انت عايز تشغل دماغ اكتر وتتعلم حاجات اكتر، لا خش استراكشر اكتر. لو انت مثلا يعني الاثنين بيجيبوا تقدير كويس جدا، بس لو انت عايز تشتغل اكتر وتتعلم حاجات اكتر خليك في استراكشر. لو انت مثلا عايز تتعلم اللي هو العادي يعني وتقدير برضه خرسانه برضه عادي، تمام، شكرا بس حضرتك. هما الاثنين مفيش فيهم اختلاف يعني كبير، يعني هو الاثنين يعتبر واحد. خلاص يعني الاثنين تحليل عادي بيطلع تصليح حديد عادي وفرد حديد وكلام من ده، الديتيلنج بتاع الحديد. بالظبط، اه بالظبط كده، الغلطة هو في الاستراكشر. الاثنين زي بعض بالظبط، كل خطوات اللي بتعملها هنا هي اللي بتعملها هنا، بس هو في تريكات شويه في الاستراكشر بتتعلمها اكتر، يعني حاجات ازاي تقاوم الزلزال، ازاي تحط الشير وور والكور بحيث ان انت تقاوم المنشا يعني الزلزال اللي جاي على المنشا او قوه الريح اللي جايه عليه. فده بيديك يعني بيخلي في حاجه في مخك كده اللي هي ايه يكسب الاكبر، اللي انت تروح وتيجي مع المنشا اللي هو مثلا مش حاجه هي ثابته تعمل لها ديزاين وتطلع نتائج، لا انت ممكن تغير مكان، يعني مثلا في جيلك منشا لا انا عايز اغير مكان العمود دوت، عايز اغير مكان الشغل دوت، عايز اغير الاتجاه بتاعه، فبيكون يعني عندك تحس بالاختلاف. هو الحاجه دي مش هينفع اشرحها لك قوي، انت مش هتحسها لما مثلا تخش المشروع وتجرب وتشوف الحاجات اللي انت بتعملها وكده. تمام، شكرا لحضرتك يا لا فهمت.